السلام عليكم. يوم 17 رمضان عنا أكل كتير طيبة من محافظة العكار شمال لبنان، وهي الأكلة اسمها كبة كزابة أو كبة الأرملي أو كبة بؤامنة. بعتقد أسبابها من الطائفة المسيحية كانوا بشهر الصيام يأكلوا أشياء نباتية ويبتعدوا عن اللحومات، فهيدي الأكلة كتير طيبة. بسم الله، شوفوا ما فيها لحمة أبدا، بس شوفوا قديش شكلها مغري وقديش طيبة. بالغلاء اللي نحن فيه وارتفاع قيمة الشراء هاي الكبة بتنفع. بنصحكم تحطوها على سفرتكم كثير مرتبه ومحترمه، وما حدا حيعرف انه هي ما فيها لحمه. تعالوا نتعلمها سوا احبابي. اول شيء بنحتاجه برغل اسمر ناعم وابيض، ما في مشكله ابدا اللي متوفر عندنا. حطينا نص كيلو برغل ناعم، فكثير كثير مي. بسم الله، بنقعد بنحط ساعه تقريبا مي فاتره، اذا مي بارده اكثر شوي. بعد ما البرغل شرب المي وضعف حجمه، هلا لازم ادعكهم حتى يصيروا عجينه متماسكه. بعد ما دعكتهم تقريبا مدة 10 دقائق بنزل طحين لنص كيلو برغل، نص كبية طحين. بعد ما عركنا العجين منيح، دعكناها منيح وكأنها معمولة على الميكسر، بحتاج لتبلة العجينة، بصلة وسط أو ثلاثة صغار، قرن فليفلة حرة وشوي حلوة، ونعناع وحبق أخضر إذا وجد. أنا عندي نعناع أخضر وحبق ومردقوش يابس لأنه منو أيامه. حدقهم كلهم سوا برجع لكم. بعد ما نزعنا البذور عن قرن الفليفلة الحر حندقهم إن شاء الله. معلقة حبق، معلقة نعناع، نص معلقة بهار أسود، ومعلقة سبع بهارات، ومعلقة مردقوش. هلا بنطحنهم كلهم سوا. بننزل التتبيلة فوقهم، نحط ملح، نحطهم. هلا صاروا ملح إن شاء الله. أول شي بننزل زيت الزيتون، بسم الله. بعدين بالبصل المفروم، وبعد ما صارت البصل هيدا اللون بننزل الحمص. هلا الحمص أولا لازم الحمص ينقع 12 ساعة تقريبا وينجرش مثل ما عملته بالقناة عندي، شفوت على القناة وشفته ينجرش تنشال القشر. هلا بما انه عندي انا مسلوق ححط مسلوق. بعد ما صاروا هيك بنزل معلقة ملح، بسم الله، براس المعلقة كمون، معلقة نعناع يابس، نص معلقة حبق مطحون، معلقة سماق، نص معلقة بهار اسود، معلقة سبع بهارات، نص معلقة فليفلة حرة، معلقة دبس رمان، واللي بيحب الحموضه يكتر اكثر. اشتغلت الايادي، الله يعطيهم العافيه، امي واختي عم يشتغلوا لي فيها. المي هون الله يكرمك يا رب. رح اورجيكم الطريقه. يلا بنعملهم هيك، بعد ما نقرصهم حشوه ليكي هون، هيك هون اختي عم تعملها بالطن، كانت امي عم تعملها بالصحن، هيدي اكبر. عم اختي قال لا بدي اياها اصغر. بهي الطريقة بنحط على العجين الأساس على كف الإيد، وبنجيب الثانية وبنسكر فيها القرص. بنبل إيدنا بالماء شوي عشان يلك معنا. بهالطريقة ما شاء الله، وعلى الفحم دغري. إيه هذه كبدة بلد. الله يرضى عليكي. ما عندي خلص هدول الناس. شو وينك عم تروح هيك؟ وينك عم تروح؟ أهلا وسهلا يا ميد، أهلا وسهلا. فيديو هيدا الشكل النهائي لتبتنا. واهلا اهلا يا ابي، اهلا اهلا يا امي يا حبيبه قلبي. اهلا فيكي، ولك انت المنوره حبيبه قلبي. ميت الله يسلم هالديار. شكرا لك يا ميت، اهلا وسهلا. اهلا بالجميع. شو رايكم بالكبده؟ ان شاء الله عجبتكم. ان شاء الله. مره لما نكرر.